السيدة المستشارة شيماء الزمزمي. شكرا سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير المحترمة، سيد الوزير المحترم، سيدات والسادة المستشارون المحترمون. إنه ليوم تاريخي تزامنت فيه الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية مع اليوم العالمي والأممي لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، وهي مناسبة أممية نتطرق فيها لما حققته بلادنا في هذا الإطار وما لم يتم تحقيقه، والتحسيس بضرورة النضال المشروع من داخل المؤسسة لإقرار مساواة حقيقية لرفع مختلف أشكال العنف الموجهة ضد النساء. وفي هذا الإطار ننوه بمجلسنا على الاعتناء الهام بهذا الموضوع من خلال تهيئه بجمال اللون البرتقالي، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه العناية داخل فضاء مجلس المستشارين. ولذلك نسائلكم السيدة الوزيرة، ما هي البرامج التي ستتخذون للنهوض بأوضاع المرأة المغربية في أفق كسب رهان التنمية المجتمعية الشاملة وإدماجها في التنمية تأسيسا لمبدأ مساواة النوع الاجتماعي؟ وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيدة المستشارة.